الله
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت
يفترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله الله
وإنه لا يذل من واليت
الإبصار مكانا وبالذنوب نعم محبصا وعن النار مخبصا. اللهم أخلصنا به الحلى وادفع عنا به النقم وأسقط علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء من كان منهم حيا ومن كان منهم ميتا. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من جميع الأمراض وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورحمتهم. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورحمتهم. اللهم اجعلنا من وقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا الله يا الله. أذقنا حلاوة مناجاتك أذقنا حلاوة مناجاتك واجعلنا من أهل مرضاتك واجعلنا من أهل مرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.